بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تحستون نيتن أربعة مسرتات القواعد الأربعة زبل قدامي قاعدة ودينا دهرتين ويحزكون مقدم مالتيو لومي إن شاء الله أبتخل إيتي قاعدة ويبتخل إيتي مسرة كن كيدنا مالتيو كمتي أبتي مقدم زبلنايو إزي قواعد إزي إزي مسرتات إزي عبيو مللي ناي أسلامين زي أسلامين زخوني وي إتوم شركي زو دقو سبات أب شرك وديقوم كحد تباهي لوم بحاو جهنمين زي تبصرو. ነሳሉ ላ ሰላመተ ወልዓፍያ እንታይ ምዃኑ እቲ ምኽንያታት ግልፂ ገይሩ ዩ ዘብረሃልካ ማለት እዩ እታ ቃዒዳ ኣታንያ ወይ ድማ እንታ ካልአይቲ መሰረት እንታይ ኢሉ ኣነሁም የቁሉና ማ ዳዓውናሁም ወተወጃህና ኢለይህም ኢላ ሊጠለብ ልቁርባ ወሸፋዓ እዞም ነምልኾም ዘለና ከም ኣማለኽቲ ጌርና ሒዝናዮም ዘለና ስኒ ንፅውዖም ዘለና ንልምኖም ዘለና ምእንቲ ናብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ከቀራርቡናን ሸፈዓ ክኾኑና ወሓስ ክኾኑና ዳኣ ኢልና እዚኣቶምሲ ንኻሊእ ኣይኮንናን ነምልኾም ዘለና ይብሉ ነይሮም ከምኡ ይብሉኒ ከም ዝነበሩ ቁርባ ዘሊና ኢና ከቀራርቡና እምበር ደሊና ኢና ይብሉ ከም ዝነበሩ ድማኒ እቲ መኣልፍ ጠብዓን ኩላ ግዜ ክዛረብ እንከሎ ወይ ዝኾነ ኣርእስቲ ከቅርብ እንከሎ ويك القرآن الكريم ويكب حديث الصحيح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يزغرب كمو مخانم كجزوة من كل وسني نقرب نشفع عيلهم يجزوة كم نايز مرتعو أب الزمر الله سبحانه وتعالى بزعبهم كم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إذن أن المشركين الذين سماهم الله مشركين تم مشركين مشركين تباهي لهم زلو زلوا القرآن الكريم وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبيه ኣብቲ ዋንነት ናይ ረቢ ሰማያትን መሬትን መን እዩ ዝፈጥር እንተ ደ ኢልካ ረቢ ኢሎም ፈልጡ ነይሮም እዞም ዘመልኽዎም ዘለዉ እዞም ዝግዝእዎም ዘለዉ ሲ ይፈጥሩ እዮም ኣይብሉን እዮም ነይሮም ለም ይሽሪኩ ፊ ሩቡብያ ወኢነማ ኣሽረኩ ፊ ልኡሉህያ እንታይ እያ ደኣ እታ ዓባይ ፀገሞም ዝነበረት ኣብ ኡሉህያ ዒባዳ ክገብሩ ከለዉ ካልኦት ኣማልኽቲ ሒዞም ዒባዳ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዮም كما سبق في القاعدة الأولى كم تي اب تقدماي إثبات أن الله تعالى هو الخالق هذا أمر مجمع عليه بين الأمم الله سبحانه وتعالى خالق مخانو سماز فتر مرز فتر ربو مخانو سي كلاتهم يفلت يوم نيرم مالتهم بل ربي الله زبل حاد شواذ من الخلق تزيكوينهم كل يعترف نيرو مالتيو طبعا نزيز خون أديلا كاب المؤمنون أب مجارة الله كومدماني أب سورة يونس بزوح تغيسنا إنا نمسالي كاب المؤمنون كابتز يقول الله سبحانه وتعالى نرسل عليه الصلاة والسلام كم زيز كبول لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون مريتنا بأزر كبن نايمان سيقولون لله لله نيربي يخبل خائهم شوف حجي الله سبحانه وتعالى خالق مخانسي يتوفى ما مالتيو بل قل افلا تذكرون بس بدحري ازل ايه بل سمانه قل من رب السماوات السبع أزي شو عت سمايات وانو من الكاسكا حتتهم ورب العرش العظيم عرش تزعبي مخلوقيو تي عرش خي وانو خلاقنا تخي من الكامو حتتهم سيقولون لله ቁል ኣፈላ ተተቁን ናይ ረቢ ዩ ክብሉካ እዮም ኩሉ መክሉቃት ናይ ረቢ ዩ ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ትፀገሞም እንተ ደ ኢልና ረቢ ስብሓን ወተዓላ ካልቅ ምዃኑ እዚ ኮነን ትፀገሞም ማለት እዩ ኣብ ዕባዳ ክገብሩ ከለዉ እዮም ሽርኪ ዝገብሩ ነይሮም ከምኡ ውን ኣብ ሱረት ውን ዩንስ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ማለት እዩ እስባት ከም ዝገብሩ ከም ደረጋገፁ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ካሊቀ ሰማዋት ወልኣርድ ምዃኑ ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባኦም እንታይ ኢሉ قل من يرزقكم من السماء والأرض بمرية بسماين رزقكم ششايكم زعد لكم من الكاس كحتتهم أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وانن وانا نيزيد سمعلون دُمَانَ إذا هي إذا حبكم كم زي جزفطر أركم سي من الكاس كحتتهم، كابي هو زي يقولوا، هو ذلوا، كابي هو ذلوا، هو زي يقولوا زفطر الكامون حتهنهم يا، ومين يدبر الأمر؟ كل خنتاتني عالم ك من زكايد أنت رأي كان كامسي، فسيقولون الله الله لمكم كملس الكاملو، باري، فهؤلاء لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله تمزم زملخوم زلو سزياتهم يخلق يوم رزق يهب يوم سي ايبلون يوم نيروم واو كموين انهم ينفعون او يدرون زياتهم يتقم يوم يقودوين ايبلون يوم نيروم مالتهم مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء انت يمدا تصقوم منيرو من ازياتهم ناب رب خبا تصحونا وحسنت خونونا شفعاء خونونا ام زبنى. هذه هي القاعده الثانيه ام بار تا حجي نريا زلنا مالت نمنتاي دا تملخو لكم نرب قديفكم كالوت تنتر على الكلام نحنا كوزم نملخو زلنا أي تغمون أي قدون يوم كل وان النت كنا يربيو تخونا ازي خبات صحونا شفعان خونا كقربنا لنا بأم جرنا إن لنا يبلون وأنها من حجج أو حجة وشبه الذين أشركوا شركز زقبون بار تامخني هذا قربوا عز نبرو رمالتو كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله زي سوره يونس مبل 10 شمنت اي الله ندي ربي نخالوت يملكون يجزون موني امو خطقمو من كلون ان فلطن كله زي اتم ناب ربن خبصونا يوم زبل اذا يعترفون انهم لا ينفعون ولا يضرون ከምዘይ ጠቕሙን ከምዘይ ጎዱን ይፈልጡ እዮም ነይሮም ማለት እዮም ወኢነማ ሊኣነሁም የተወሰጡና ለሁም ዕንድ ላህ ወየሽፋዑና ዕንድ ናብ ረቢ ዋስጣ ክኾኑና ሸፍዓ ክኾኑና ናብ ረቢ ከቀራርቡና ዝብል ብጀካ ዘን ክልተ እዚኣተን ምኽንያት ካሊእ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ግዜና ዝርከብ ዘሎ ድማ ከምኡ ዓይነት እዩ መዓኑ ላኢላሃ ኢላላ ኢሎም ከብቅዑ እንተኾነ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ደሪሕ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን መቃብር ከይዶም ክልምኖዎም ተሸፍዑና ክብልዎም ትርኢ ማለት እዩ እንታይ እዮም እዚኦቶም ኣ ንትግ ከምዝ ትብልዎም ዘለኹም ንረቢ ደይኮነን ዝልመን እንተ ደ ኢልካዮም እወ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ዝህብ ኩሉ ዝኸልእ ረቢ ይብሉ ላኪን እዚኣቶም ሸፍዓ ክኾኑና እዮም ይብሉካ ማለት እዮም እዘ እንታይ ኮይናላ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ዝነበረት ኣብ ግዜ ረሱል ለ ላ ለ ወሰለም ኣነቢ ለ ሰላት ወሰላም زقالة سو مزنبور وهزبتات إذا عينت مخنياتهم مخنتهم تقربون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كم تاب سورة يونس الله زقرنا يا مالتي ولذلك هزبتات وين دحر رسول عليه الصلاة والسلام كم توم قدام الزود قوة جيجا النبي عليه الصلاة والسلام بنور النبوة بوحينا رب سبحانه وتعالى وين تزاربوا مني رم على توم اجري, اجري كم زعينة الزخود سبات كم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه إلى النبي عليه الصلاة والسلام نايتم قداموس زنبور من قد اقر اقرهم خوديهم هزبيلهم سدر بسدر امت بامت دد حري ام كوديوم حتى ابزي كون ابزي تقموين انت اتو دد حري ام كخوديوم يلوم النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كم تقبو اتلا اله الا الله زبل سب انت اخوينو ويدماني اتوم مس الله سبحانه وتعالى شفعك خونونا نائم يلوم نخالوس زملخو زلو كحتو انت اخوينو بقطتان رب سبحانه وتعالى ام كحتو كحتو مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي انت إذا سألت فاسأل الله لهم كتحت التقوين كان رب حتد حقست تليلي خاب ربت تحقز ولذلك والشفاعة إذا شفاعة لهم كل دقاقم وازلوا فيها حق وباطل حق حز الزربان كم دماني باطل زلوا زربان يا مالتيو الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان كم تي أبتز حالة في قاعدة الأولى من تكس كلنا زبلنا كل تشرت اللي نساتلون نساتنا تنالنا زبلنا حج جزئ المزيو مالتيو مالت شفعة هو قالو شفعة حق أصغنا قالو جن كن مخلت كن كن مخلو كن مخونت كم على قالو مالتيو شرط اللي مالت الشفعة ولذلك توم النبي عليه الصلاة والسلام زك آل سوهم زنبورون ነዛ ዘረባ እዚኣ እዮም ዝደጋግምዋ ነይሮም ሸፋዓ ክኾኑና እዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዮም ወሸፋዓ ኩሉ ካብ መን ይኽጥለብ ዘሎ ካብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ካጠልብ ኣሰለን ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ግዜ ረሱል ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ዝነበሩ ሸፋዓ እዮም ክኾኑና ኢሎም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዝሕዙ ዝነበሩ لا إله إلا الله بولو مستبه نتسي لا إله إلا الله مخنياتو انتاي فليت مالتهم لا إله إلا الله زبالة سب كل شفاعة يخون ويقرب خون النيل كا نبكالي ديت خيد فرت مالتهم. بخمود عليه الصلاة والسلام تابت أبي أمم بل النبي عليه الصلاة والسلام دماني تقالي سمم مالتهم ولذلك لا إله إلا الله بلو مستبهالون تايلهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجابي لهم نزوم كلهم قديفكم سن حد رحم لقب لنا له. إلهم تجري ما مالت يوم مغنياتو إنتي تردو لا إله إلا الله زبالة سبنت اخو إنت حق الواحد زب كله نرب قديف كاز من الله تقد في اخا مالتيوم. لا شفع خوني لا قربة هوني الكا نخالو تيتم تملخني خا بقد تاني من خاتل من مالتيو نالله الله سبحانه وتعالى خاتل من مالتيو ولذلك توم ኣብዚ ሸፋዓ ክኾኑ ናኦም ወይ ቁርባ ክኾኑ ናኦም ኢሎም ዝወደቁ ቀዳሞት ዝነበሩ ይፈልጡ እዞም ዕባዳ ዝገብርሎም ዘለዉ ኣሳለተን ላ ይዕበዱን ንሳቶም ቀንዲ ድዕበዱ ኣይኮኑ እቲ ቀንዲ እዚ ዕባዳ ዝግብኦ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምኳኑ ይፈልጡ እዮም ነይሮም ማለት እዮም ላኪን እንታይ እታ ተደናግሮም ዘላ ማለት እዩ እታ ሸፋዓ ትበሃል ከምኡ ድማኒ እታ ቁርባ ትበሃል ማለት እዩ ሸፋዓ ትበሃል ሰሚዖም ኣለው ላኪን ከመይ እታ ጉቡኣ ወይ ተሓቂ ካይ ደኣ ስለ ዘይተረድኡ ማለት እዩ እዘን ካብቲ ሽብሃ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ወይ ሓደ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣራዱ ኣን ዩዓዚሙ ሸፋዓ ክብሎ ከሎ እውን ብሓደ ሸነኽ ድማ እንታይ ይብሉኻ ንረቢ ክብረት ከም ዝገበሩ ኮይኑ እዩ ድመስሎም ማለት እዩ ንምንታይ እንተ ኢልካዮም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወይ እኮ ናብ ሓደ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ እንተ ደኣ ደልዩ ብቐጥታ ኣይበፅሐን እዩ እንታይ ደኣኒ መንጎኛታት ኣለው ብትሕቲኡ ኣለው ንዓቶም ተዛሪቡ ቀሲሉ ኢሉ ዩ ድበፅሕ ኣውላ ድማ ንሕና ድማ ናብ ረቢ ክንበፅሕ ንከለና ከምዚ ዓይነት እዚ ጌርና ኢና ክንበፅሕ ዘለና ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ምስ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዘይግባእ ኣዘራርባ ይዛረቡ ማለት እዮም ምክንያቱ ቃሱ ረብ ጀላ ዋዓላ ዓለ ልመክሉቅ ናይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ምልክን ንግስነትን خلقنا رب سبحانه وتعالى كئلتن مزي دخوم فطور مزي نايز حدا زبل يزبلوا زلو وي حد حلافي زبلوا زلو مسو يودادر زلو مالتهم ولذلك لكعكما يا تم الزبل زبلوا حجي وين ترخي بو زلو مالتي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولذلك ربنا عز وجل «كَمْ زَعَيْنَةِ تَزَارَ وَنْتَيْلُوْ » قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما يشركون رب سبحانه وتعالى زي فلتو كاب رب سبحانه وتعالى زحب مسترات سلا نسخاتكم بواسطة اجيرنا اينا خنبوط حتوب لزلوكم تباهي لما مالتهم اذن قاس الرب جل وعلا على المخلوق ان رب سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض بازي مخلوق ضعيف زي ميزان كتبون كلها زي عبي جيقا اي وربنا عز وجل اب سورة النمل مبل سبعان اربعة ايان تايلو فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون كما يجير أخا مسناي فطورات مسالي يجير كان رب سبحانه وتعالى قياس توسد الخمالتو هذا الكلام فيه خطورة إذا زارا ربازي نقز زاروسو عبيزو خوني كعدت زحازي إيمالتو بل نتيجة قبرو زلو جيغاز ودقو نعومه كما شفاني لم تتكم ماموني لكن ترى بحد وجن بشفع لهم ترى ويدماني بناي نجوس بناي حد حلافي لهم ترى مثالي هو اللي ترى خنهم ناي بحق إيه أبقي جام زلوم على مهنياتو أنا زم بنيا سلزو تان ربي خزار بايكلني ربي خل من بتم سالحين غير إقبال صح كتبين كلها كا من تأخذ بالدل لك عكمتي مخلوق ابو الدنيا زلو حد حلافين حد بعل ستانن مزنا رب سبحانه وتعالى قياس غير قالو مالتيو والله سبحانه وتعالى ود ادم كل زنبنيا مخانو ونا أن كله بقط ت حاتو تكونكم نعي توني يلو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام تايلم كل بني ادم خطا لهم كل تغاغاي لهم كل تغاغاي انت اندات بحاله خلو دمان اذا سالت فاسال الله بقت لمن ترى بقت تان رب سبحانه وتعالى لمن دل كمالتي ولذلك الله سبحانه وتعالى انتيلو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بزعبيز حتى ترى اللقين وإذا ما نخل عيل من الرب سبحانه وتعالى فإني قريب أنا قرب إذا اللقوز لمنكم ودسمع تزاربوا كله مستركم منكم ودماني أبلبكم تحسبون كله أنا سب أنا ولذلك انت من نتاي أدل كده نبشف نبش كيد مالتيو مش دو الله سبحانه وتعالى نحد لا إله إلا الله زبله ولو إنك حدون الله سبحانه وتعالى لمن أنا توي سمعي مالتي ولذلك ربنا عز وجل ابسوره النمل مبل سان كل آية نتأيله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ንዝተሸገረ ንዝፀበቦ ብጀካ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኸ ካሊእ ኣሎ ድ ክረዲእ ዝኽእል እዘን ብጀካ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዘየለ ብቐጥታ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ኢኻ ደኣ ክትልምን ዘለካ እምበር ምሳሌ ሂብካ ናብ ሓደ ሓላፊ ክትኣቱ እንተ ደኣ ኮንካ ብመንጎኛ ካብ ሞተኣቱ ኣነ እውን ብመንጎኛ ድበፅሕ ናብ ረቢ ክትብል እዚ ዓብዪ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ወላሁ ስብሓን ወተዓላ غኒ ዝኾነ ካብኡ ምስጢር ዝሕባእ ዘይብሉ مزيد دخوم زخون فتور كمجر كاخ ولذلك الله سبحانه وتعالى كل نكسنت كل ملك ناتيو كل رزق ماني ناتيو ولذا ولهذا ربنا عز وجل انتايلو قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ودسب لو خزائن ناي سماياتن ناي مريتن سبات نيرون تزخون دك سبات كودا إن دابولو كل ما يرم لكن خزائن الله عز وجل ملأ أنت رأى خمسة خيونو بقت تأخذ ربها قتل من دل مالتو كم تنايتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا زبول ومن من قدي ما أبشرك زودقو إذا عينتزي تزي في زل كمالتهم أنت رأى خيونو كل شفاعة نيرب سبحانه وتعالى بجيكا رب سبحانه وتعالى سبحان زرديل لو من رب سبحانه وتعالى زفكنا لهم تزيكون ما يلن مالتو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولذلك ربنا عز وجل ابسوره الزمر انتايلو شفع بملؤنا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون خلاص كل شفاعه نربي سبحانه وتعالى. نسخت للشفاعه خونونيتم لمن لخا، اذا اتهم شفاعه كم يشفعوا انتهى في اذا كان مني خخت كابتي وانا سبحانه وتعالى قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. اذا باري الشفاعه زبها زلو شفاعة حق اذو خونلو شفاعة دماني باطل هلو مالتو اذا اتو زبلوه اذا اتم شفاعة خونونا اذا اتم ككرارو بنا ام زبلوه زلوو نسو تشفعة شفاعة باطلو اتو شفاعة كل من انت لا تباهيلو كبربو سبحانه وتعالى اما تشفعة شفاعة تحقي تشفع خني كونو زي يكون شرع او يكون انتي نزبل ان شاء الله ابتدمت حلقه باذن الله تعالى كنت ونسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد